اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد عبر شاشه تلفزيون لبنان ولبنان اليوم. اليوم 15 على الحراك الذي الحراك المطلبي والاحتجاجي والمطالب بمكافحه الفساد وعندهم شعار كلهم يعني كلهم. معنا مباشره الدكتور عماد الحوت رئيس المكتب السياسي للجماعه الاسلاميه. اهلا وسهلا فيك دكتور. بعدك يعني بكامل اطرافها. الرئيس الحريري كم وزير كان عنده بهذه الحكومه؟ رئيس الحكومة السني كم وزير كان عنده بهذه الحكومة؟ مقابل ذلك التيار الوطني الحر كم وزير كان عنده؟ فإذا اللي استقال أو الذي أقيل باستقالة رئيس الحكومة هي حكومة العهد ككل. لذلك أنا عم بقول استقالة الرئيس الحريري وبالتالي إقالة الحكومة بهذه الاستقالة هي نتيجة من نتائج صمود الناس بالشارع. طيب بس مثلا يعني المقاومة حزب الله استطرادا الطائفة الشيعية يمكن تحس حالها مستهدفة بأنه إسقاط التسوية هو استهداف لحزب الله. نحكي الأمور مثل ما هي واقعية. هل هذه المخاوف بمكانة؟ وهل فعلا أنه حزب الله بحاجة إلى ضمانة معينة رسمية مشان يخفف هواجسه؟ خليني أقول أولا أنه هذه الهواجس موجودة. نعم خليني اعترف ان موجوده هذه الهواجس. نعم. لكن خليني ارجع ارسم المشهد مره ثانيه. اولا في بيئه حزب الله نفسها كان في حراك ولم يتوقف رغم كل الضغط، رغم كل ممارسات العنف. احنا شفنا. نعم. في صور، في النبطيه، في موجوعين. في البقاع الشمالي، في الهرمل، في كل المناطق. نعم. مثل كل المناطق، مثل كل الساحات. فاذا ناس حزب الله موجوعين مثل كل الناس، موجوعين بلقمة العيش، موجوعين بعدم وجود وظيفة، موجوعين من فساد الطبقة السياسية عبر الطوائف. تمام، هذا رقم واحد. رقم اثنين، اليوم اللي مطروح بالحراك كله لم يكن بلحظة من اللحظات موجه ضد حزب الله، لم يخرج شعار واحد موجه ضد حزب الله، هو موجه ضد طبقة فاسدة، هو موجه ضد سوء إدارة البلد، منظومة أو ثقافة معينة ماشية بعدها. وبالتالي هذه الطبقة الفاسدة اللي أدارت البلد بشكل خطأ هي المستهدفة. إذا حزب الله بيعتبر حاله هو جزء من منظومة الفساد، لا هو مستهدف. هو لا يعتبر، لكن هو لا يعتبر نفسه كذلك. نعم. يبقى هو ليس مستهدف كحزب الله بهذا الموضوع. ناس وغير من المواطنين عمال يستهدفوا منظومة فساد، يلي أمين عام حزب الله نفسه بيوم من الأيام طلع وقال أولويتي الآن هي مكافحة الفساد. نعم. فرصة حزب الله الآن أن ينسجم مع إعلان أمين عام حزب الله في مكافحة الفساد ويلتحم بالناس ليحقق لها مطالبها، وهي مطالب ناسه بالآخر مش مطالب ناس آخرين. طب برأيك دكتور عماد الحوت اللي صار بالشارع هل هو انتفاضة على الفساد وعلى الأموال المنهوبة وعلى الإسراء غير المشروع، وبذات الوقت هو انتفاضة على ورقة الاقتراع اللي حطوها بالصندوق؟ إذا بدنا نحلل اللي عمال يصير، 90% من اللي نزلوا على الشارع هن ناس نازلين صادقين مع أنفسهم، إن كانوا انتخبوا أو ما انتخبوا، بغض النظر إذا كانوا من الذين كانوا قعدوا بيوتهم أو نزلوا اقترعوا، كفروا بالأحزاب وعم يعبروا عن يأسهم من هذه الطبقة الحاكمة بكل أريحية. بالمقابل أمام أي حراك من هذا النوع وفي سيولة تحركات شعبية حكما في حجم من الاستثمار السياسي المحوري إلى اللي بدك إياه كله موجود، لكن هذا لا يتعدى العشرة. دائما بلبنان هيك بصير، مش بلبنان، بكل العالم. لما بيكون في سيولة حراك بهذا النوع طبعا الكل بده يستثمر، بده يخترق، بده مخابراتيا بده يستثمر، سياسيا بده يستثمر، لعبة المحاور بتدخل على الخط داخليا. لكن هذا قديش مستواه بحراك اليوم؟ لا يتعدى العشرة بالمية. يبقى 90% من الحراك حراك شعبي عفوي بالكامل، حراك عمال يقول انا ندمان على اني كنت عم بعطي الفرصه بعد الفرصه لها الطبقه السياسيه من خلال الانتخابات، انا اليوم بدي غير هذا الواقع وبدي طريقه جديده لحدا يحكمني. طيب دكتور عماد الحوت، في نحن ما عم نحكي عن شخصيه معينه. صحيح. ما حدا يفهمنا من المشاهدين. ايام المماليك في احد الملوك او المملوك بيقول بيقال يعني هذه انه شعر بضجة وجلبة برا، قال له شو في لمستشاره؟
قال له في مثل هزه شوي اهتزت الارض لانه صار في سيسم بالسيسم صار في هزه ارضيه. الى اي مدى تنطبق على القوى السياسيه اليوم هذا يعني هل هم يشعرون فعلا باتوا بانه في شيء ام انه بعضهم يعني مقتنعين انه لا القصه اقل من ما عم بصير؟ لا من المؤكد انه الان كل القوى السياسيه جرحت بهذا الحراك ونعم تلملم جروح الان بشكل او باخر، وبالتالي القوى السياسيه المشاركه بالسلطه تستشعر حجم واثر هذا الحراك. لكن البعض منا عم يتعامل مع هذا الامر على انه يستطيع ان يسيطر عليه، ان يرجع يحتويه ويحتويه ويرجع يمارس اللي كان عم يمارسه قبل بشكل عادي وطبيعي، والبعض الاخر عم يمارس سياسه الانكار. هو يعلم لكنه يحاول ان ينكر، لا يريد ان يتفاعل مع المعلومه اللي عنده بانه هذا الحراك تجاوز قدره الاحزاب على احتوائه. طيب دكتور، اذا هلا مش الحال يعني على المستوى السياسي طمن المقاومه اطمأنت، الهيكل الدولي صار في عنده اطمئنان انه ما راح يكون في فوضى، والحركه المطلبيه راح تدخل بكل مسار العمل التاليف الحكومي وغيره، ماذا على الحكم يعني الحكم المستجد او الحكومه الجديده شو لازم تعمل على المستوى الانتخابي والمستوى الاجتماعي؟ شو لازم يصير؟ اولا خلينا نتفق انه الخطوه القادمه ينبغي ان تكون حكومه مصغره مش موسعه حتى ما تبقى محاصصه سياسيه بعيدا عن الطابع السياسي، وتكون فيها يعني فعلا كفاءه تغيير سياسي يعني بس تكون حكومه كفاءه طبعا. انا قلت انا بعيدا عن الطابع السياسي لا. اليوم ما فيني انا انكر انتماء اي حدا من الناس طبعا، وهذا انتماء طبيعي ما في يعني ما في غبار عليه، لكن ان تكون حكومه كفاءات مصغره. شو دورها الحكومه؟ في رأيي أمامها تحديات محددة، يعني برنامج الوزاري لازم يكون محدد. أولا أن ترسل للمجلس النواب موازنة إصلاحية حقيقية خالية من الضرائب، يعني قراءة جديدة إذا بدك للموازنة اللي يعني ما تكون الورقة إصلاحية وهمية رقم يكون أنه ما فيها ضرائب مزبوط، ما يكون في ضرائب ويكون فيها إصلاحات نعم، مش بس أنه ما فيها ضرائب وكمان يكون فيها إصلاحات حقيقية كموازنة. رقم اثنين من برنامجها الوزارة ان هي تشتغل على اعداد مشروع قانون انتخابي جديد ترسله الى مجلس النواب. مصدر السلطات هو البرلمان صحيح. ينبثق منه صحيح. طبعا مصدر السلطات هو الشعب، ولكن البرلمان تنبثق منه السلطات الاخرى. تمام، هذه الخطوة رقم اثنين. الخطوة رقم ثلاثة ان تحضر بشكل سريع مجموعة قوانين لمكافحة الفساد وترسلها لمجلس النواب بصيغة المعجل حتى ما يصير في مماطلة باقرارها بحال من الأحوال. أنا عم بحكي عن رفع السرية المصرفية، عم بحكي عن استعادة الأموال المنهوبة، عم بحكي عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يلي للأسف أقرها مجلس النواب وردها رئيس الجمهورية. شو اللي صار؟ مكافحة الفساد هو اقتراح قانون قدمه مجموعة من النواب سنة 2014. بال 2018 أقرت هذه الهيئة. الرئيس الجمهورية رد القانون لانه قالوا له في في اثنين قوانين غيرهم عند لا سبب الرد كان بانه طريقه تشكيل الهيئه يمنع المساواه اللبنانيين امام الدستور. لانه كانت الهيئه بتقول انها تتشكل من هيئات محدده، يعني القضاه يفرزون قاضي، اساتذه الجامعه اللبنانيه، نقابات المحامين، ناس لهم علاقه بممارسه الفساد، المحاسبين الى اخره. فكان الجواب انه لا، هذه الهيئه رديناها لمجلس النواب يرجع يناقشها من جديد، وبالتالي مزيد من إضاعة الوقت مما يحول من تفعيلها. فهالحكومة عندها قانون انتخابات جديد، موازنة إصلاحية خالية من الضرائب، ومشاريع قوانين سريعة لمكافحة الفساد، ورقم أربعة تفعيل أدوات مكافحة الفساد الموجودة، منها استقلال القضاء، منها الإسراء غير المشروع، منها التعيين وفق الكفاءة وليس وفق المحاصصة. مش لازم يتجاوز برنامج الوزارة هذه النقاط، لأنه نحن الآن أمام حكومة ستكون طبعها انتقالي، لن تكون حكومة طويلة، بالآخر هي حكومة انتقالية. لأنه في ظني أنا إذا بدنا هالمنظومة كلها تركب صح انطلاقا من الآليات الدستورية حتى ما يصير في فوضى منروح على انتخابات نيابية مبكرة. نعم،
يعني إذا الحكومة أقرت مشروع قانون انتخابات وبعته لمجلس النواب وتحد مجلس النواب أقر هذا القانون، شو اللي بيمنع بقى نروح على انتخابات نيابية مبكرة؟ وهون بيطلع السؤال، طب شو الضمانة إنه كل هالأمور تتحقق؟ طب أنا برأيي في ضمانة واحدة بس، شو هي؟ الناس اللي هني رح يضلحت. يعني اليوم شفنا عناوين صحف وشفنا ناس على الأرض رجعوا سكروا، طبعاً رجعوا فتحوا بالتفاهم مع القوى الأمنية، كانوا عم بيقولوا إنه طالما إنه في تسويف ومماطلة طالما نحن رح ننزل ونرجع نضغط. برأيك القوى السياسية أو شو ما كانت الحكومة، هل رح يقدروا يتوصلوا بهيك بهالسهولة ليعملوا قانون انتخاب؟ لحالهم لا، لأنه حتغلب عندهم الأنانية والمصلحة ويحاولوا يفصلوا القانون على قياسهم تحت ضغط الشارع. نعم بيصير يلي دفع لإصدار ورقة إصلاحات ثم إلى استقالة رئيس الحكومة وإقالة الحكومة بهذه الاستقالة، قادر أنه يدفع القوى السياسية أن تكون خارج البازار وتعمل تتجاوب مع قانون انتخابات عاملينه أخصائيين أو أصحاب كفاءات اللي هني بالحكومة. نعم موجودين، وكان في قبل، كان في لذلك انا عم اقول كان في مثلا بالسلوك لجنه فادوس، كان في مليت حدا، اذا قادرين احنا بسهوله نطلع قانون منصف. لذلك انا عم اقول الضمانه الوحيده مش الاحزاب، الضمانه الوحيده هن الناس يلي سواء ضلت كل يوم بالشارع او بالساحات او نظمت حركه بحيث ما تضل ضاغط على القوى المتشاركه بالسلطه، هن الضمانه الوحيده لهالمساله. طيب بس في شيء ضغط قباله عم يمارس بين الناس بمقابل الناس، عم بيقولوا شفتوا الاقتصاد، ليكوا شو عم بصير، ليكوا الدولار، ليكوا السلع، هيدا كيف يعالج؟ هيدا بيمسكك من الايد اللي بتوجعك للناس. في عالم يعني مياومي، في عالم بتشتغل، في عالم ما بتشتغل، يعني ضاغط على الشارع وعلى معيشة الناس. اذا بتضل الحراك قبل ما يبدا الحراك ما صار في ازمة دولار، قبل ما يبدا الحراك ما صار في ازمة بنزين، ما صار في ازمة طحين؟ هل كان البلد ماشي بطريقة سلسة وكل شيء تمام وإجا الحراك عطل البلد؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، حتى هذه الأمور وجدت لها حلول. يعني الآن المصارف رغم اضطرارها للإقفال اعتمدت آلية الATM، وحتى أرسلت رسائل لزبائنها أنه اللي ما عنده بطاقة نحن مستعدين نأمن له بطاقة لحد عنده. وجدت حل، في حلول ممكن أن تعمل. أنا اللي عم بقوله أنه هذا التلويح بالاقتصاد اللي مسؤول عنه مين؟ اللي ما عم يستجيب لمطالب الناس بسرعة، مش الناس اللي عم تطالب حقوقها. يعني الناس عم تطالب حقوقها، مش اللي عم تعطل. وبالتالي اللي عم يعطل الآن، اللي عطل سنتين ونص لحتى ينتخب رجل بعينه رئيس للجمهورية، يلي عطل قبل هلأ 9 أشهر لحتى تتشكل الحكومة، هيدا التعطيل الحقيقي. طيب اليوم الدفرسوار الخارجي، يعني بتلاقي أنه مرات يمكن تلاقيها عن حق أنه اتهام مثلا دول خارجية إن كان بالموقف أو بأي شيء عم يتدخلوا بالشأن اللبناني. ما في حدا، يعني لبنان ما له جزيرة، ولكن عم بيصير في تدخلات. هل الاتهامات بمطرحها على الدول الخارجية؟ أنا قلت أنه بأي حالة سيولة شعبية وحراك شعبي أكيد بيكون في استثمار بهذا الحراك، لكن الراصد للي عم يصير بالشارع برجع بأكد أنه 90% من الحراك شعبي عفوي لا يخضع لأي إملاءات. في 10% يتشارك فيه القوى السياسية نفسها، منها أحزاب السلطة نفسها ومنها أجهزة مخابرات داخلية وخارجية، صحيح، لكن لا يتجاوز 10%. فإذا هذا الحراك حراك حقيقي، هذا الحراك ناتج عن وجع حقيقي، بدون يسكروا الطريق على الاستثمار يستجيبوا لمطالب الناس. مطالب الناس مزبوطة ولا مش مزبوطة، حقيقية ولا مش حقيقية؟ يلي عم يتهم انه هذا الحراك هو نتيجة تحريك، طيب عظيم، خليني امشي معه انا بهذه القضية، فليستجب لمطالب الناس الحقيقية بالاول. هيك بيسكر الطريق على بيسكر الطريق مش على الاتهام اللي بيسكر الطريق على الاستثمار. استجيب لوجع الناس، استجيب لمطلب الناس، اتأقلم مع حاجة الناس، ساعتها خلص ما حدا بيقدر يستثمر. طيب الاهداف هي المناصب والمراكز ام الاهداف هي اوليغارشية بدها تضل محكمة بكل مفاصل الدولة اللبنانية؟ هو اللي عم تتفضل فيه صحيح، مش الاشخاص هن الهدف. يعني اليوم انا اذا بدي ارجع لسمي الاسماء مش من باب القناعة لكن من باب التوصيف، مش شخص رئيس الحكومة الحالي ورئيس مجلس النواب الحالي ورئيس الجمهورية الحالي هن المشكلة، الطبقة السياسية اللي حكمت البلد على مدى سنوات طويلة، تركيبي الثقافة التركيبي كل على بعضها هي المشكلة، واللي تفاقمت بالسنوات الثلاث الأخيرة لأنه حجم ممارسة الفساد صار وقح أو التحاصص والتحاصص صار وقح.
قبل كان يبقى في شيء من التغطية له، اليوم صار وقح، فالناس ما بقى قادرة تتحمل ونتائجه صارت كارثية. لكن الحقيقة هي زي ما تفضلت وقلت، هي الممارسة ككل، المنظومة ككل بدها تغيير، لكن هذا التغيير ما بيصير بيوم وليلة. لأنه برجع أقول بلبنان ما في دولة عميقة، في أحزاب عميقة، وبالتالي لابد من انطلاق التغيير من مكان ما. من هون الحديث على أنه إيه بدنا تغيير للحكومة، ما بقى بدنا حكومة طابعها سياسي. نعم، هون شكل الحكومة. نعم، شكل الحكومة. طيب بهالسهولة ممكن يجيبوا مثلا رئيس حكومة سياسي وحكومة فيها وزراء تكنوقراط؟ هلا ما في حدا تكنوقراط 100%، ولكن في سهولة انه واحد تنعمل هيك حكومة. يعني برأيك الأحزاب خلت من وجوه؟ ارجعنا انه اذا بدهم يتحاصصوا يتحاصصوا على وجوه. لا مش تحاصص، على النيرة. تحاصص اللي بيقدموا لرئيس الحكومة أفضل ما عندهم من كفاءات، هم للأسف حتى الآن عم يقدموا أسوأ ما عندهم من كفاءات. حتى أيضاً المحكمين، لأنه الكفاءات اللي عم تتقدم كفاءات أنانية، مش هناك هي سيئة، مش هناك أنا عم بقول هي أسوأ ما عندهم، لأنها أنانية، مش لأنه ما عندهم كفاءات. في موجود عند كل الناس خير، لكن لما بتكون جاية على خلفية أنانية فإذا هي أسوأ ما قدم. لا، الأحزاب وغير الأحزاب قادرة تقدم لبنان فيه كفاءات كثيرة، منها من سيكون في الحكومة وهو ينتمي إلى حزب من الأحزاب، لكن هو يأتي إلى الحكومة لأنه كفاءة وليس ليخضع لإملاءات الأحزاب. هذا هو اللي مطلوب الآن. أنا فيني إلغي الأحزاب؟ ما الأحزاب كمان إلى جمهور طبعا، لكن وفيني إلغي الكفاءات اللي موجودة بالأحزاب؟ لكن أن تقتصر الأحزاب على نفسها وتلغي كل الكفاءات وهي العدد الأكبر من الكفاءات، وتحرم البلد من كفاءات غير الحزبيين وهن العدد الأكبر من اللبنانيين، هذا الأمر اللي كان مرفوض. طيب ما هون ترجع على الضمير الوطني والاجتماعي، يعني لازم يعني حتى اللي بتكون بمحيط كل شخصية لبنانية أو كل سلطة لبنانية مفروض يكون في علماء بالاجتماع وعلماء بالاقتصاد. هود يعني هود بيعطوا صورة أو بيعطوا حرارة الشارع، حرارة المجتمع، حرارة الفقر أو الغنى أو هذا. يعني اليوم بعدنا نحن ب حكم انه طبعا الشخص الشخصيه هي تفعل لها تاثير بقياده السلطه، ولكن هل وصلنا نحن لهالثقافه هاي انه مثلا مش ضروري المجلس الاجتماعي الاقتصادي، المستشارون الاقتصاديون، المستشارون السياسيون، المستشارون الاجتماعيون؟ ما هي الاشكاليه الرئيسيه انه كل الطبقه السياسيه الحاكمه تختار مستشارين يساعدوها على رسم الصفقات وليس على حسن إدارة البلد. والمستشار السيء سيء، اسمه مستشار سيء، وبالتالي نتائج استشارته حتكون عاطلة. بس أنا خليني أقول كلام آخر. اليوم الناس اللي بالشارع أكدت على النواعي. ليش؟ ما نحن كنا عم نحكي هلأ عن أنه طبقة سياسية كيف هتتغير. الناس شو عم تقول؟ عم تقول أنا بدي غير شكل الطبقة السياسية بحكومة غير ذات طابع سياسي، لكن أنا بدي أجبر هذه الحكومة أن تشتغل تحت ضغط مؤسسات. شو عم تقول؟ عم تقول أنا بدي قانون استعادة الأموال المنهوبة. يبقى كل واحد اليوم صار بخاف يعمل صفقة. عم تقول هالناس أنا بدي فعل قانون الإسراء غير المشروع، بدي أتأكد أنه تفعل صح. عم تقول هاي الناس أنا بدي قضاء مستقل يقدر يحاسب. عم تقول هيدي الناس أنه أنا بدي هيئة وطنية لمكافحة الفساد تحاسب الرؤساء والوزراء والنواب بعيداً عن سلطتهم، لأن ما ممكن يتحاسبوا إلا من خلال أنه هني نفسهم يصوتوا. وهم تتعرض الحصان وغير الحصان. الناس اللي بالشارع، ليش أنا عم أقول الضمانة هي الناس؟ لأن الناس واعية. فهي عم تقول أنا مش عم بروح بطريقة عشوائية فوضوية بدي غير ناس، لا، أنا بدي غير شكل المنظومة الحاكمة، لكن أنا بدي أجبر هالمنظومة تشتغل تحت ضغط مؤسسات عم تراقبها، مؤسسات من ضمن المنظومة. وأنا هون بدي أذكر بالتجربة الإيطالية اللي كان حاكمتها المافيات. نعم، صار حكم القضاء. نعم، وتغير الوضع بإيطاليا. إنه يتغير الوضع بإيطاليا. المافيات بيقولوا بس تغير الوضع بالحكم. إيه طبعًا. نعم. والمافيات لا تراجعت وتحجمت. طبعًا، يعني إنه كانوا موجودين يعني بس ولكن الحكم. لأنه في قضاء كان شجاع، كان عم يمارس بالاستقلالية، قدر ضبط الأوضاع بإيطاليا. ورجعت الديمقراطية موجودة بإيطاليا ولم تتوقف، لكن بعيدا عن التأثيرات السيئة. الناس واعية والناس عارفة شو عم تطلب. نعم. مش مطالب عشوائية ولا فوضوية. ولا فوضوية. الفوضى يعني بمجرد ان الناس عم تربط بين تغيير المنظومة وبين مؤسسات رقابية واضحة، يعني بعدها من خلال المؤسسات. طبعا يعني. طيب دكتور، مثلا
يبقى قبل هلا كان في هيئات منظمه، مجالس اداره، اليات بالتعيينات، باي شيء. هل ما بعد 18 او ما بعد الاستقاله هي رح تكون المرحله بالعمل الاداري كاداره بالدوله اللبنانيه مثل ما كان قبل؟ نعملوا هلا بدنا نعمل حكومه، شو نعمل بينها؟ رح نوصل لوقت نعمل حكومه، والا بيكون في شيء مش مزبوط. عندما يعني تؤلف هذه الحكومه في عندها كثير قلنا اشياء، قانون انتخاب، مواضيع اجتماعيه، ولكن في عندك التعيينات الاداريه، هل رح تكون هي ذاتها على ذات النمط اما رح تكون غير ما غير شكلي؟ قبل 17 تشرين مش مثل بعد 17 تشرين، هذا امر حكمي ما ممكن. لكن قديش حتختلف الممارسه ويختلف المشهد، هيدا كله بتوقف على قديش الناس حتقدر تصمد بالشارع. ليه بس كمان عندك لازم يكون كمان شو قبل الاستقاله وما بعد الاستقاله. قبل الاستقاله وبعد الاستقاله هو ما بعد 18، هو ما بعد 17 تشرين. لانه يعني الاستقاله اجت نتيجه 17 تشرين، نتيجه ضغط الناس. الاستقاله ما اجت هيك والله لانه خطر على بالهم يغيروا الحكومه، لانه الناس نزلت للشارع وقالت هيدي الحكومه ما بتمثلني، بدي حكومه اخرى. الرئيس الحريري تفاعل مع هذا المطلب، وبلش يتفاعل على ما يستقيل كم يوم، تفاعل مع هذا المطلب. كان في محاولات لإثناءه عن هذا الأمر من قبل الأحزاب، لكن في نهاية الأمر قدم استقالته وأقال الحكومة باستقالته. نعم طبعا، بس هذا كله نتيجة 17 تشرين، منه حدث معزول عن هذا الأمر. قديش الممارسة حتتغير؟ هذا كله متوقف قديش الحراك الشعبي بيقدر يفرض بعد نتائج إضافية، بمعنى قديش ممكن نفرض مؤسسات رقابة فاعلة. في موضوع استخراج النفط، نعم، هل بتنا بعيدين عنه أم أنه يمكن يتوافر أكثر وأسرع بالحكومة اللي ممكن تجي؟ أولا الحراك ما بعد المدة الزمنية أبدا، لأنه هذه المرحلة هي مرحلة تحضيرات، ما في شيء ميداني على الأرض ليتأثر بحراك شعبي، فما حدا يهول علينا بهذه النقطة، بل على العكس. أنا برأيي أنه إذا كان في تطوير لهذا الموضوع بسبب الحراك النتائج بتكون أكثر إيجابية، لأنه بصير في بعد أكثر عن المحاصصة، بيكون في نوع من حرص على المصلحة اللبنانية مش على المصلحة الذاتية. وأنا حاعطي نموذج كتير بسيط. تفضل. بالورقة الإصلاحية اللي صارت في بند له علاقة بتعيين الهيئات الناظمة، نعم، وعددت إلا هيئة ناظمة واحدة تحت الطاقة الكهرباء، نعم. ما هذا يعني نموذج، ما هذا نموذج إنه طيب ليش هيئات الناظمة كلها؟ أنا ما سألنا عن هذا الموضوع، قيل لنا إنه الوزير سليم جيساتي اللي هو فقيه بالقضاء والعدل بيقول إنه لحتى نعمل هيك بدنا نغير قانون 462، ما بعرف فيه للكهرباء، بدك تغير فيه لحتى تزبط الهيئة الناظمة، ما بعرف شو. لا لا لا، مش مشان حتى تزبط الهيئة، حتى تعدل بصلاحياتها وتقلل هذه الصلاحيات وتضيفها للوزير. نعم، هذا هو السبب بالتعديل، وهذا طرح قبل كده. بصير دائرة المناقصات كمان. وأنا في المجلس النيابي طرح هذا الموضوع، كان الهدف الرئيسي إنه تعديل، لذلك شو يعني الآن مطلوب تعديل قانونها بالأول وبعدين بنعينها، يعني بنقلل صلاحياتها بالأول وبعدين يعني نرسمها مثل ما بدنا. تمام بعدين. تمام، ليه؟ تعين مثل ما هي الآن ويناقش قانون تطوير تطويره مش تعيين، وهي معينة مش تعيين. شو اللي بيمنع يعني؟ شو اللي بيمنع؟ يعني بتتوقع إنه يصير في بيعدوا للعشرة قبل ما قبل ما يقدموا على أي تعيينات، على أي يعني إحجام عن قيام الهيئة الناظمة ومجلس الإدارة. نعم. طيب هذه الحكومة اللي ممكن تنبثق، يعني بدنا نعمل اول شيء انتخابات، الحكومه رح تكون بعدين بنعمل انتخابات وبنعمل مجلس نيابي جديد. هذا المجلس الجديد رح ترجع بالثقافه اللبنانيه، اذا بدنا نقول هلا عمرها 150 سنه، ممكن هذا المجلس يعود انه مثله مثل اي مجلس سابق؟ ما بعرف، بقول لك صراحه ما بعرف. ليش عم بقول هذا الكلام؟ لأنه هذا مرتبط بالناس. طيب يمكن الناس ترجع تجيب نفس الطبقة السياسية. نعم. بتكون تحملت مسؤوليتها. نعم. بالآخر أنا بدي أرجع للناس وأعطيها فرصة هي تقرر.
إذا قررت تغير الطبقة السياسية وتغير وجوه حقها، وإذا الرئة جابت نفس الوجوه ونفس الطبقة السياسية هي مسؤولة عن نتيجة التصرف. إيه بس لأن كان في ناس حابة تغير بالقانون الماضي بالانتخابات الماضية بس القانون ما بيسمح. عشان هيك كنت عم بقول أنا إنه واحد من موجبات هذه الحكومة اللي تشكل أنها تشتغل سريعا على قانون انتخابات جديد، العنوان الأساسي تاعته عدالة التمثيل. نعم. مش عدالة المحاصصة. عدالة التمثيل والمساواة بين كل الناس. دكتور عماد الحوت اليوم يعني طلع بهالساعات الماضية من بالليل لهلا صار في مثل حدا كمان عم بيثبت وجوده، انه مثل ما حطوا بصمة امبارح برياض الصلح على الرينج وصار المشكل، هلا فتح رجع الرينج كمان. يعني تمنى تيار المستقبل او الرئيس الحريري على انصاره، انصار تيار المستقبل كحزب، انه طلعوا من الشوارع ما تعملوا هذا. يعني بهالتركيبة اللبنانية وهالتركيبة مرات بتكون ميزة الطوائف مرات بتكون علة. هل يحاول الرئيس الحريري او اي رئيس حكومة يضرب ايده على الطاولة يقول انا بدي طبق الطائف، انا رئيس حكومة عندي صلاحيات كذا وكذا؟ هل هذا صحيح؟ والسؤال الثاني انه بس ترجع تمشي الامور، هل علينا تطوير او تغيير الدستور او الطائف او الصيغة؟ ممتاز. شوف اولا الرئيس الحريري لا يملك رفاهية انه ما يشتغل وفق الآلية الدستورية الحقيقية، ما عنده هالطرف، خاصة بهذا الظرف ما عنده هالطرف. شو بقصد بهذا الكلام؟ نعم. سابقا كان الرئيس المكلف يعمل استشارات نيابية بين هلالين شكلية، لانه استشاراته الحقيقية ما بتكون مع النواب، استشاراته الحقيقية بتكون مع سفراء الأحزاب اللي رايحين جايين عنده يحطوا شروط ويغيروا شروط، وأي وصي كده. وهذا غير دستوري. نعم. هذا غير يعني لا علاقة له بالدستور. كانوا يعملوا مثلا استشارات ملزمة للعبده، بينزل وإذن تروح القصة 6 أشهر 7 أشهر. نعم. 9 أشهر وصلت. نعم. لآخر حكومة. نعم. ليه؟ لأنه كانت الاستشارات الحقيقية مع سفراء الزعامات والأحزاب. اليوم الرئيس الحريري ما عاد عنده الخيار انه يرجع لهذه الممارسه اللي حاول البعض، عنده عليه مش ولا الطرف، حاول البعض يفرضها على رؤساء الحكومات. نعم. الان اللي مفروض بالرئيس الحريري او اي رئيس مكلف الان عملك على رئيس مكلف. نعم. ستاتي برئيس مكلف، المرجح يكون الرئيس الحريري، لكن بالاخر طبعا في استشارات بدها تصير. الرئيس المكلف الان مفروض يمشي بالاليه الدستوريه الحقيقيه، بيعمل استشارات نيابيه، بيقدر يستشير القوى السياسية مرة واحدة فقط. نعم. يسمع رأيها كقوى سياسية وإن كانت هي أغلبها ممثل أو نعم. كلها ممثلة بالأجل، لكن بيسمع وخلص، بيسكر على حاله وبيعمل تشكيلة هو مقتنع فيها، عنوانها حكومة مختصرة مصغرة من كفاءات، وبيطلع بيقدمها لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية رفضها. طيب وقت اللي بيكون فيه طبعا محدلة هو على اتصال، يعني ما درج عليه بلبنان وبيقوله بالتعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية، إذا كان عم يأخذ بيعطي معه وطلع التركيبة لعند فخامة الرئيس. نعم. هون ممكن يرفضها أو يقول له عدل فيها أو هذا. أما وقد تألفت هذه الحكومة ومشوا فيها، هل لبنان عليه أن يسير بمسلك ومسار الطائف، أم أنه ما في شيء منزل ممكن يتعدل، أم أنه نحن الآن في طور أنه تتفاقم الأمور ونروح على مؤتمر تأسيسي؟ الأمور مفتوحة، يعني بعتقد مخطئ اللي بيظن أنه هو عارف شو حيصير بكرة بكل التفاصيل. في البعض بيحلم بالمؤتمر التأسيسي، أنا اللي عم شوفه من الناس غير هيك. الناس عم الآن شو قالت بكل وضوح؟ قالت نحن طلعنا من الهوية الطائفية ورحنا على تأسيس شيء اسمه الهوية الوطنية، عم نمارسها عم نعيشها كل يوم بساحات الحراك. نعم. هذه نقلة نوعية طبعا، لازم المرحلة هاي ضربت كل شيء فيه طبعا، صيغ وما بعرف شو بقلوله. كيف فيني لاقي هالشعور هيدا بهالمرحلة الانتقالية اللي بدها تديرها؟ نعم. الحكومة المصغرة، وأنا مصر أن نسميها مرحلة انتقالية، طالت أو قصرت، في إجراء لازم يصير اللي هو إجراء إعلان تأسيس الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. آه. اللي هو استكمال للطائف.
اللي هو بند أساسي من بنود الطائف. بند قال الدستور أول مجلس نيابي ينتخب على أساس المناصفة، يعني ب 92 كان واجبه يعمل الهيئة الوطنية لإلغاء الرأي السياسي، وأن تكون برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشخصيات سياسية واجتماعية وفكرية. فالآن المطلوب قلنا من الحكومة شو المطلوب الآن بالمرحلة القادمة القريبة، المطلوب من مجلس النيابة الآن أن يلاقي الناس اللي عم تطلب الذهاب باتجاه الهوية الوطنية وليس الهوية الطائفية بإطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ونبلش نفكر مواطنة وليس طائفية ومذهبية. ما هو بالزمانات الرئيس بالريال رح يندموا كتير اللي ما قبلوا اللي رفضوا أو استبعدوا موضوع إلغاء الطائفية. طيب هلأ فرصة، الناس عم تطلب المواطنة، الناس عم تطلب الهوية الوطنية مش الهوية الطائفية. طيب خلينا نروح نلاقي مطالب الناس. طيب إذا بدنا نلاقي مطالب الناس، في هواجس عند قادة الرأي أو حتى عند السلطة السياسية، ليه مثلا ما بيعملوا ضماني هو مجلس شيوخ بذات الوقت بالتوازي؟ يعني بيعملوا الهيئة بس بذات الوقت بيعملوا مجلس شيوخ، ما بعرف. ما هو الطائف نص على سلسلة آليات. نعم بس في مرات عم بيقولوا انه في وحدة تكون قبل وحدة، مش ضروري تكون مرتبة. لا لا بنص الدستور ما في. هو بنفس الوقت يعين مجلس الشيوخ او ينتخب، وبنفس الوقت بيكون في قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، كله هذا بشكل متزامن، ما في ترتيب بالزمن وراء بعضهم، هذا كله بيصير بشكل. لذلك انا عم بقول الخطوة التأسيسية لهذا الموضوع هو ان نطلق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، اللي هي تلزم نفسها ساعتها بجدولة زمنية وتقول مجلس شيوخ يحفظ هواجس الطوائف، مجلس نواب خارج القيد الطائفي بياخذ لبنان نحو المواطنة، ونطلع بقى من هذا الصراع الطائفي والمذهبي لنروح نحو مساواة ومواطنة وعدالة. طيب دكتور عماد الحوت، اليوم لبنان بصفته كانت رسالته هي العيش والتلاقي والحوار، وهذه كل العالم بتقر فيها. نعم. وبصفته مميز بين كل دول الجوار انه بعد فيه بس بهالمنطقة اللي هي مهد الديانات السماوية الثلاث ومهد المسيحية، انه عرفا بعد فيه رئيس جمهورية هو مسيحي بهالمنطقة. هل تتعارض الأعراف وطبيعة وميزة لبنان مع مندرجات الدستور وما سوف يكون عليه إلغاء الطائفية السياسية وغير الطائفية بشكل عام؟ شوف خليني أقول الآن بوضوح، اليوم رئيس الجمهورية ماروني بنص دستوري شيء؟ لا عرف، ما عم نحكي عن العرف. العرف الناس وافقت عليه. نعم يعني الناس مصدر هذا. نعم هن مصدر العرف، ما في نص دستوري بيقول رئيس الجمهورية مسيحي أو ماروني. يبقى الناس هن مصدر هذا العرف اللي وافقت على ممارسة معينة على مدى كل هذه السنوات. نعم. يبقى هذا الأمر يترك للناس. نعم. أنا ما بقدر بعطي جواب عليه اليوم. يمكن الناس تجي تقول أنا العرف اللي وافقت عليه كل هذه السنوات بدي خلي. يعني مثلا وين المشكلة في ذلك؟ نعم. طالما الناس هي صاحبة القرار في هذا الموضوع. نعم. هذا أمر أنا بتركه للناس، الناس تقرر فيه ما في مشكلة. والناس بلبنان متألفين يعني، في عندهم الحوار اللي عم تحكي عنه هو موجود بالساحات اليوم. نعم. مش بالقاعات وبالغرف وبالأوتيلات. نعم. هو اليوم موجود بين الناس بالساحات. نعم. هو ممارس اليوم وليس مجرد شعار. إذا أخذنا ماكرو طلعنا بالمنطقة وشفنا بلبنان عم بصير وشفنا اللي عم بصير بالدول المجاورة، هل ممكن نخاف نحن أنه نحن عم نخوض يعني الكل إن كان اللي معه واللي ضد أنه هالبلد عم بيخوض هذا الحراك، الحراك مش بس الشارع، أنه حراك السياسي والاجتماعي، هل ممكن نخاف نسبة إلى ما يجري حولنا، أم أنه كمان أخذين الدول بعين الاعتبار أنه عم بصير بلبنان رح يكون من ضمن تقاسم النفوذ والمصالح بالمنطقة؟ إذا بدي دلني خايف من لعبة المحاور الإقليمية أو المؤامرة أو شيء، نظرية المؤامرة اللي تفضلت فيها حضرتك الآن، هذا معناته أنه يعني حضرني كل الوقت لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وخلي الناس دائما عم تفقر، وخلي الناس مش قادرة تعلم أولادها، وخلي الناس مش قادرة تحكم أولادها وإلى آخره. هذا الكلام ما عاد ينفع في هذه الأيام. نعم في محاور حتحاول تستثمر بالحراك، نعم في قوى سياسية حتحاول تستثمر بالحراك، لكن الحراك اليوم حراك حقيقي، واللي بده يسكر الطريق على كل هالاستثمارات يروح يلاقي الناس بمطالبها ويجاوب عليها، بيسكر الطريق على كل استثمار.
دكتور عماد الحوت رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، نحن نشكرك من تلفزيون لبنان. الله يخليك. مشاهدينا الكرام نشكركم ودمتم بخير، وسوف تكونون مع الزميلة ريمان ضو في وقت لاحق من هذا البث بهذا اليوم 15 على التطورات التي قامت في لبنان.